حكامنا أنتم مصيبتنا، أنتم أساس بلائنا ونكبتنا. اهتزت كل الدنيا لمصاب غزة، لرجالها، لنسائها، لشيوخها، لأطفالها التي في كل يوم تذوي وتذوب، وأنتم كالأصنام صامتون، خائنون، مطبعون، ترقبون فناءها، تخططون ضدها. حكام عروش وقروش وكروش وفلوس وفروج، ولك بطلتوا مسلمين عرفنا، بس بطلتوا عرب. ولك العربي في الجاهلية حتى قبل الإسلام كان عنده دم، عنده شرف، عنده نخوة، عنده مروءة، يجير من استجاره. أنتم ماذا بربكم؟ أما حركتكم هذه المشاهد والصور؟ ألم تحرك شيء فيكم؟ أنتم حكام؟ لا والله محكومين، سلبوكم الخيل وأركبوكم الحمير، عروكم من الرجولة وألبسوكم حلق وتنانير. وإلا مش حرام هؤلاء الأطفال يقصفون بالنفط العربي؟ مش حرام غزة منذ أيام وأيام تستغيث، تصرخ الضمائر، تنزف، تبكي، ثم بعد ذلك ترسلون لها الأكفان؟ ولك الأكفان؟ يا ويلكم من الله، يا ويلكم من الله، ماذا ستقولون لربكم؟